الامير طلال بن عبد العزيز كان عم ينضم للسياسيين يلي عم ينشطوا على موقع تويتر. امبارح اعلن عن افتتاح نشاطه رسميا على موقع تويتر، وكان له مشاركه وكان له موقف. هو بيعتبر انه غياب الدور السعودي في ليبيا كان امر ايجابي جدا، وهو بيبارك هذا الشيء حتى لا يختلط بالدور الاجنبي مثل ما اعتبر. ايضا فيما يتعلق بسوريا فاعتبر انه الدور السعودي رائد. هو بيقول اما بالنسبه لسوريا فان الدور السعودي كان مشاركا بل هو الرائد، وذلك في قرارات الجامعه العربيه الخاصه بسوريا. ايضا على موقع تويتر كان الرئيس سعد الحريري عم بيهني منتخب كرة القدم بالانجاز اللي تحقق بالفوز على كوريا الجنوبية، وهو كان عم يعلن عن نشاطه ولا سيما زيارته لولي العهد السعودي الامير نايف بن عبد العزيز، وايضا كان في نشر لصورة بهذا اللقاء. من تويتر بننتقل لموقع يوتيوب وتحديدا من بريطانيا، حيث كانت الشرطة الإنجليزية عم تكشف عن شريط فيديو بأكد إلقاء القبض على الشخص اللي اعتدى على طالب سعودي بمانشستر. تعرض الشاب السعودي إبراهيم الحربي لضربة شديدة على رأسه من قبل مجهول في مدينة مانشستر الإنجليزية، نقل إثرها إلى المستشفى في حالة غيبوبة. وإذ لم تتضح أبعاد الاعتداء بعد، فإن الشرطة الإنجليزية قامت بالكشف عن شريط فيديو يظهر الشخص المعتدي وإلقاء الشرطة القبض عليه مستندة إلى كاميرا مراقبة على مدخل أحد الأبنية، وأعلنت استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات الحادث. لا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @الجديد نيوز، على فيسبوك الجديد اونلاين، وعلى يوتيوب الجديد اونلاين.